صندوق الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو لسيارة رئيس جماعة لم خليف في حي مرجان بأسفي، بداخلها شخص وهو يرمي بكيس القمامة في قارعة الطريق، ومن المفروض أن الجماعة مسؤولة على نظافة الشوارع وأن لا تلقى النفايات إلا في الحاويات المخصصة لها، إذن فمن المفروض توعية فئة أخرى لها مكان في الحكومة وهي من تشرع القوانين ولا تعمل بها كي تكون قدوة للمواطنين.